نشرة الأخبار على إذاعة الحياة FM. نشرة منتصف النهار والنصف على إذاعة الحياة FM. أهلا بكم، وهذه عناوين النشرة. بعد الاحتجاجات في الصبيخة على توزيع المساكن الاجتماعية، البلدية تعلن عن تخصيص مقاسم اجتماعية لمستحقيها. انطلاق عملية تطعيم المواطنين الملقحين بلقاح فايزر بالجرعة الثانية. وزارة التربية تدعو إلى تمكين أساتذة البكالوريا والتاسع الراغبين في التدريس من استئناف العمل. أهلا بكم في تفاصيل النشرة. تعيش معتمدية الصبيخة مؤخرا على وقع احتجاجات لأهالي غير راضين عن كيفية توزيع المساكن الاجتماعية، شككوا في نزاهة العملية. ودعا رئيس بلدية الصبيخة طارق حمدي في تصريح للحياة FM المواطنين المحتجين إلى التقدم بطعون، مشيرا إلى أنه سيقع سحب المساكن الممنوحة ومراجعة القائمة المتمتعة بالمساكن إذا ثبت عدم أحقية أصحابها بهذه المساكن. تعيش مدينتنا في الفترة الأخيرة احتجاجات بمناسبة إسناد عدد من المساكن الاجتماعية ضمن البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي. بعد عملية الإسناد المواطنين احتجوا واعتبروا أنه ما أخذوش حقهم، الملف هذا مطعون فيه. فما عدد من الأهالي معناها طلب منهم، وهذا بتنسيق مع السيد ولي القيروان، التقدم بطعونهم. والقاعدة تقول أنه إذا كان تبين أنه فما ناس ما عندهاش الحق فهل الامتياز هذايا وتمتعت به، راهو يسحب. الدولة ما تحشمش من الإجراءات هذه. إذا كان فما طعون جدية يتم النظر فيها وتراجع القائمة. وأوضح محدثنا أن بلدية المكان تقدمت بحلول للخروج من الإشكال، حيث ستتسلم البلدية قطعة أرض تمسح 5 هكتارات ستمنح كمقاسم اجتماعية وتوزع على مستحقيها بسعر رمزي بعد عقد لجنة فرز للملفات من قبل الأطراف المتدخلة، متعهدة لأهالي الصبيخة بأن يتم ذلك في إطار الشفافية التامة. ليهم نحن كبلدية كي شفنا معناها الوضع الاجتماعي محتقن، وأنا ما نبقوش نتفرجوا نكون معناها عنصر جدي في إيجاد حل. فكرنا وانطلقنا في أنه نطلب مقاسم اجتماعية بمحاذاة مدينة الصبيخة في أحواز مدينتنا. فما أملاك دولة في الفضاء العمراني، قلنا لما لا يكون ذاك حل لهالإشكاليات هذه. طلبنا من أملاك الدولة وبتنسيق مع السيد ولي القيروان ومعتمد الجهة، انطلقنا عمليا في تسلم وفي إجراءات التفويض لفائدتنا في قطعة أرض اللي فيما بعد باش يتم تقسيمها وإسنادها في شكل تقاسيم اجتماعية لمستحقيها. واحنا بدينا فيها العملية هذه وماشيين فيها خطوات. عنا مساحة قطعتي أرض حوالي 5 هكتارات، معناها يحلوا المشكل بشكل جذري. ما دام عندها بعد اجتماعي ديما الثمن مش يكون تفاضلي، وحتى فما تيسير في الدفع هذا ضروري، خاطر انت ماكش باش تتعامل مع فئات فلوسها حاضرة. معناها أرض في الصبيخة المدينة بالنسبة لتقديم المطالب، لاحظت أنه الأراضي هذه تدخل لملكية البلدية مباشرة ودون إضاعة وقت. كبلدية نعملوا مقاييس الإسناد ونعملوا لجنة للفرز ونحدوا مقاييسنا ونشاركوا الأطراف المختلفة والاجتماعية المعتمدية على المجتمع المدني، شاركوهم وباش ما نقوش في الخطأ الأولاني ويتم الطعن في القائمات اللي باش نعدوها. وأنا كرئيس بلدية ونيابة على المجلس البلدي نتعهد الأهالي الصبيخة أنه نمشوا في أعلى مستويات شفافية، وهذا يتحاسبون عليه وسنكون يعني واضحين والمقاييس واضحة، ما عندنا حتى شيء باش نخبوه. تنطلق اليوم عملية تطعيم المواطنين الملقحين بلقاح فايزر بالجرعة الثانية حسب ما أفادت به وزارة الصحة، التي أكدت أنها شرعت في تطعيم المواطنين بالجرعة الثانية بكل من لقاح سينوفاك ولقاح سبوتنيك. وفيما يتعلق بنسب استعمال التلقيح إلى حدود يوم 20 أفريل الجاري، أوضحت الوزارة أن نسبة استعمال جرعات لقاح فايزر الجرعة الأولى بلغت 44.3%، فيما بلغت نسبة استعمال جرعات لقاح سينوفاك جرعة أولى وثانية 90.9%، وبلغت نسبة استعمال جرعات لقاح سبوتنيك جرعة أولى وثانية 64.7%. بلغ إجمالي عدد المسجلين في منظومة إيفاكس للتلقيح اليوم 1,257,521 شخصا، فيما بلغ عدد الملقحين في اليوم 40 لانطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا 265,365 ملقحا.
رئيس الحكومة هشام المشيشي يتلقى صباح اليوم الجرعة الأولى من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا في المركز الجهوي للتلقيح بأريانا. وقد استمع رئيس الحكومة قبل تلقيه التلقيح إلى مشاغل عدد من المواطنين الذين تم استدعاؤهم اليوم بدورهم لتلقي التلقيح، واشتكى البعض من طول الانتظار وحالة الاكتظاظ في مركز التلقيح، فيما انتقد البعض الآخر التأخر في استدعاء كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة. وزارة التربية تدعو إلى تمكين أساتذة البكالوريا والتاسع الراغبين في التدريس من استئناف العمل لإتمام البرنامج والتعمق فيه وفق ما جاء في بلاغ لوزارة التربية أمس إثر جلسة عمل مع اللجنة الفنية المشتركة في إطار التنسيق والتشاور بين وزارة التربية واتحاد الشغل قصد النظر في ظروف العودة المدرسية بعد 30 من أفريل. وقد تم ترك أشغال اللجنة المشتركة في حالة انعقاد للتفاعل مع المستجدات. من جانب آخر، أكد وزير التربية فتح سلاوتي وفق تصريح لجريدة الأنوار أنه في حال تقرر في اجتماع سينعقد اليوم مع نقابة التعليم تمديد فترة إيقاف الدروس إلى 30 من مايو، فإن تأجيل امتحانات البكالوريا إلى شهر جويلية يصبح أمرا ممكنا وفق تصريحه. دوليا الآن، رومان غورجان سائق السباق الفرنسي السويسري الذي يخوض سباق سلسلة إنديكار 2021 يعلن دعمه لمؤسسة منظمة الصحة العالمية في حملتها المرتقبة بشأن الإنصاف في إتاحة اللقاحات من خلال إعادة بث الرسائل الرئيسية للحملة وتشجيع محيطه على المشاركة في الكفاح العالمي من أجل إنهاء الجائحة. وسيخوض رومان السباق هذا العام ببدلة وخوذة يحملان بوضوح شعار مؤسسة المنظمة. ختاما، دراسة جديدة تقول أن المخاطر التي يشكلها دخان حرائق الغابات قد يمتد من الأعراض التنفسية والقلبية أيضا إلى الجلد. وفي نوفمبر 2018 تسبب دخان حرائق الغابات في خنق منطقة خليج سان فرانسيسكو بأمريكا، حيث شهدت العيادات الصحية في المنطقة ارتفاعا في عدد المرضى الذين يزورونها بمخاوف من التهاب الجلد والحكة العامة. وتشير النتائج إلى أنه حتى تعرض قصير المدى لجودة الهواء الخطرة من دخان حرائق الغابات يمكن أن يضر بصحة الجلد. ونشر التقرير أو البحث الذي نفذه باحثون طبيون في جامعة كاليفورنيا بسان فرانسيسكو بالتعاون مع باحثين في جامعة كاليفورنيا في بيركلي منذ يومين. نهاية النشرة، قدمتها لكم سمية حمدي، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين. بعد الاحتجاجات في سبيخة على توزيع المساكن الاجتماعية، البلدية تعلن عن تخصيص مقاسم اجتماعية لمستحقيها. انطلاق عملية تطعيم المواطنين الملقحين بلقاح فايزر بالجرعة الثانية. ووزارة التربية تدعو إلى تمكين أساتذة البكالوريا والتاسع الراغبين في التدريس من استئناف العمل. إلى اللقاء. نشرة الأخبار على إذاعة الحياة فام.